السلطات التونسية تقر سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. هذه الإجراءات ستأتي لتدعيم الإجراءات السابقة التي أقرت منتصف الشهر الحالي، وتتمثل خاصة في مواصلة تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد الثانوية، مع مواصلة اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية في المقاهي، مع فرض الحجر الصحي الإجباري للوافدين على البلاد. والجديد في كل هذه الإجراءات لأول مرة أعداد مشروع قانون لإحالة الطوارئ الصحية في البلاد وعرضه على البرلمان للمصادقة، مع حث التونسيين على الالتزام بالبروتوكولات الصحية في الفضاءات العامة. هذه الإجراءات وغيرها والتي تبقى قابلة للتعديل فرضها الوضع الصحي الكارثي في البلاد، والمخاوف المتزايدة من انهيار المنظومة الصحية في البلاد مع توسع رقعة انتشار حلقات العدوى. هذا عن تونس، فماذا عن مصر؟ الوضع الآن في مصر يزداد خطورة، فقد زادت الأعداد التي تسجل يومياً وتجاوزت 1000 حالة، وهذا دعا برئاسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار بتجميع عدد من الأجازات الرسمية لكي تغلق البلد تقريباً لمدة 5 أيام، تبدأ بالخميس عيد تحرير سيناء، الجمعة عطلة رسمية، السبت عيد العمال، الأحد كانت إجازة عادة ما تعطى للإخوة الأقباط ولكنها عممت على جميع المصريين للحد من التكدس كما قالت رئاسة مجلس الوزراء، والاثنين عيد شم النسيم. بالنسبة للعام الدراسي فقد تم إنهاؤه الأربعاء بعد تكديس الامتحانات على مدار 3 أيام. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تشديد على المقاهي والمطاعم التي يبدو أنها نست أو تناست هي وروادها خطورة الموقف.